المصطلح اليوم والأجمل، ما ننسى هيدي والأجمل أهم شيء. Okay, people who live in glass houses shouldn't, or should not, shouldn't throw stones. People who live in glass houses shouldn't throw stones. الناس اللي عايشين ببيوت من ازاز، تصور بيت كله من زجاج من ازاز، منه اكيد في ناس يمكن لو عربي ما بيعرفوا كلمه ازاز، هيدي اللبنانيه فقط بيعرفوها، زجاج. shouldn't ما لازم throw، يرموا حجاره. اها بعتقد كلنا عرفنا شو معناه، انه في مثل هذا يمكن باللغه العربيه بيقولوا اذا انت عايش ببيت من زجاج ما ترمي الناس بحجاره. يتصور انت عايش كاشت الحجر وشلحته على العالم، بيكمش الحجر بوف بتكسر البيت كله. اوكي يعني ما تتحشر بالناس لحتى ما يوجعك راسك. People who live in glass houses should not or shouldn't throw stones. مثل كتير حلو. يمكن هلا في ناس انا في منه بلغتي، بكل اللغات يمكن في منه. مشان هيك هذا مثل لازم نعرفه بالانجلش، كتير مهم كتير بيستعمله، كتير حلو. هنعيدها مرة. People who live in glass houses should not throw stones. throw ما throw. استغل الفرصة هاي بمنا th منا throw. في ناس بفكروا او بكلمة think like think like I sink. لا لا لا، ما I sink صارت المجرى، المجرى اللي نجري فيها الصحون بالحمام، هذا اسمه، هذا اسمه sink. بقى الكلمة هي think، I think، بعدين هذه throw. يعني th هي ث خفيفة جدا، في منا بلغة في حرف الثاء، حرف الثاء باللغة العربية خفيف، الثاء مش صار حرف السين غير شيء. هذه منا throw، throw. People who live in glass houses should not throw stones. They throw stones. هذه as throw stones. Okay. يعني نستغل الفرصة دائما، وإذا لقيت كلمات أنا بعرف في ناس كتير بتلفظها غلط، بستغل الفرصة وبشرحها كمان. بنشوفكم بمصطلح جديد قريبا إن شاء الله.